فوجئ المشاهدين بمسلسل الأسطورة بطولة محمد رمضان يعرض على التلفزيون الإسرائيلي. بدأت التساؤلات، هل باع صناع المسلسل حقوقه أم تمت سرقته؟ واشتعلت الأزمة بين المثقفين وأسرة الأسطورة، اتهامات بالتطبيع عقبها نفي عبر بيان صحفي وضع حدا لكل ما يقال. انتهت الأزمة لكن القصة نفسها لم تنتهي، فمنذ قديم الأزل وأعمالنا الفنية سواء سينمائية أو تلفزيونية أو حتى غنائية مباحة في وسائل الإعلام الإسرائيلية. سألنا عدد من النجوم عن رأيهم في القضية، فماذا قالوا؟ يقف الوسط الفني في مصر عاجزاً أمام استمرار القرصنة الإسرائيلية المقصودة على تراثه وأعماله الفنية. بدأت إسرائيل في سرقة الأعمال الدرامية المصرية منذ العام 1967، والتي كانت تعرض كل يوم جمعة كدعاية خادعة من أجل جذب مواطني إسرائيل العرب لمشاهدة البرامج الإسرائيلية، وكانت تترجم للغة العبرية. أشهر نجوم هذه الأفلام فريد شوقي، إسماعيل ياسين، محمود عبد العزيز، وصولاً لفيلم السفارة في العمارة والإرهابي. أخ شريف، الحكومة حكومة كافرة فاسخة وداعرة. يعني أنت معانا؟ طبعا معاكم. مستعد تنفذ كل اللي هنقول لك عليه؟ رقبتي أنا من إيدكم دي لإيدكم دي. يعني مش خايف من الحكومة؟ أنا ما خافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. كانت آخر هذه الأعمال التي تم سرقتها مسلسل الأسطورة بطولة محمد رمضان، واللي تم عرضه على قناة 33 الإسرائيلية مصحوبا بترجمة للغة العبرية بواقع حلقتين يوميا، واللي نفى محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان ومدير أعماله أي علاقة لهم ببث المسلسل في إسرائيل، معتبرا ما حدث قرصنة. أمي بصوا يا جماعة، دي حاجة في صالحنا مش ضدنا أبداً، ده معناه إنه ثقافتنا هي المهيمنة والمسيطرة في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، وكون إن هم بيشوفوا حاجتنا وكون إن هم بيتابعونا ده معناه إن إحنا اللي مهيمنين ومسيطرين. ومال ما يخليهم يشوفوا ثقافتنا ونأثر عليهم، إياك يعني، ربنا يصلح لهم الحال. ليه لا؟ ما يتفرجوا، إيه المشكلة؟ فكرة سرقة الأفلام في العالم كله موجودة وهتفضل موجودة طول الوقت، لأنه التكنولوجيا تقدمت جدا تخلي أي شاب دلوقتي يعرف يعمل ده بسهولة. هما يهمهم قوي إنهم يعرفونا كويس ويعرفوا ثقافتنا ويعرفوا لغتنا ويعرفوا كل حاجة، يعني هما يهمهم ده جدا يعني. فعشان كده بيبحثوا ورانا وبياخدوا الأفلام والمسلسلات والحاجات ديت، بس أنا أعتقد إن محدش بحالهم يعني.